الشأن اليمني، وزير حقوق الإنسان أتابع مؤتمر الصحفي يشكر الدور الإنساني للإمارات والسعودية والتحالف ومصر. أنا أقول لإعلامي الشرعية أو بعض الإعلاميين اللي شادين حيلهم على الإمارات، ومنهم الخونجية بصراحة حزب الإصلاح، يا أخي الحوثي تحركوا عليه. حجور هذه، التقرير اللي قاله وزير حقوق الإنسان تقرير محزن، ما طلع في منشوراتكم ولا طلع في تغريداتكم، اللي طلع سقطرة وسمطرة وحضرموت وخذوها السعوديين والإمارات خذوا عدن وبس. طيب الحوثي إيش أخذ؟ الحوثي هربكم، خلاكم في الفنادق، ارجعوا ردوا على الحوثي، طبوا الأرض اليمنية وقاتلوا الحوثي، ولا تقاتلونا من اسطنبول وتقاتلونا من القاهرة. يعني قليلا من الحياء، الناس هذه ماتت أولادها استشهدت على أرض اليمن. خل في شوية حياء عندكم، وواجهوا الحوثي بأغلامكم أقل شيء.